مشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استطاع إليه سبيلا. أعتقدنا راح تكون عن سؤال هو يعني هل عقولنا قاصرة فعلا؟ طبعا رجال الدين مثل ما بنعرف أبدعوا فيما غير معقولة في وصف أقول أنه قاصرة. أتمنى من الأصدقاء يعني اللي متواجدين معنا واللي راح يتواجدوا ينشروا رابط الحلقة. أهلا وسهلا بكل الأصدقاء. ما بعرف عندي في مشكلة في اليوتيوب أظن، ما بعرف، بس دقائق و أصدقاء طبعاً. بصراحة أنا كنت حابب أعمل حوار مفتوح اليوم، طبعاً أرحب بغدير وأرحب ب أهلا وسهلا فيكم وأهلا وسهلا بكل الأصدقاء المتواجدين. أنا راح أحاول أضع رابط الحلقة. ابن سومر أهلا وسهلا فيك، راح أحاول أضع رابط يظهر الرابط ما عم نحط معي، ما بدي بصراحة ما عم بعرف كيف أضبط أبعث الهانج أوت للأصدقاء ويظهر بالحكم مو معنا اليوم، فما بعرف شو المشكلة. على كل حال مصطفى أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء وكل الأصدقاء النورين على. طيب خلينا نبدأ بموضوع أنه عقولنا ما بتدرك يعني شو هو الله، ولا دائما يطرحون ان عقولنا دائما قاصره لا تدرك. شو السبب؟ يعني برايي انا بصراحه لما رجال الدين يطرحون هذه الاطروحات انه عقولنا قاصره ولا تدرك دائما، يعني شيء واحد، هم يريدون ان يتحكموا بالناس. يعني بصريح العباره لا تفكر نهائيا، عقلك قاصر، نحن بنفكر عنك. فجماعة طرحوا كل شيء، يعني كل شيء، يعني حتى بدك تروح على التواليت لازم تسألي، بدك شو تعمل لازم تسألي. فشيء طبيعي يعني مشان يتحكموا بهالناس هي، فشيء طبيعي يقولوا انه عقولكم قاصرة يا ناس لا تفكروا. طيب هل العقول أو العقل الإنساني قاصر حقا؟ يعني إذا شفنا اليوم مثلا نظرية نسبية، إذا شفنا مثلا هالطائرات اللي عم بتطير، إذا شفنا هالتقدم العلمي اللي صاير، هالموبايلات اللي بإيدهم للشيوخ والفضائيات هاي، من أين أتت؟ هل أتت من عقول قاصرة؟ يعني أنا أتمنى من الأصدقاء وأصدقائنا المتواجدين على الشات كمان يطرحوا الأفكار هاي، يطرحوا أفكار اللي بدهم إياها، الأسئلة اللي بدهم إياها، اللي حابب يتدخل. أنا راح أحط الهانك أوت على الفيسبوك. أفضل طريقة بصراحة أنا كنت حابب أعمل يعني مثل ما بقولوا حلقة مفتوحة لكل الأصدقاء المشاركة، بس أنا راح أحطها على الفيسبوك لأنه أنا ما قدرت أحطها على الشات بصراحة. دقائق. بنفس الوقت أصدقائي أتمنى منكم يعني تنشروا رابط الحلقة حتى يعني تصل أكبر عدد ممكن من الأصدقاء. وأنا هي نشرت الهانج أوت على الفيسبوك بتاعي، فاللي حابب يشارك نتمنى مشاركات الأصدقاء.
طيب أي فيسبوك الآخر؟ على كل حال اسف كثير يعني على التحضير انه مشان الهانج اوت، فالعقل العقل الانساني هل هو ليش الشيوخ بيحاولوا الانساني شو السبب يعني؟ اوجه كلامي لاهلنا واحبابنا المسلمين يا جماعه، مين ليش يستهينوا بعقولنا يعني؟ ليش بدهم ايانا ما نفكر نهائيا؟ بكل بساطه السؤال واضح، الجواب واضح، يعني بدهم ايانا ما نفكر، حتى ما نفكر كيف هن عايشين، ليش هن عايشين برفاهيه مطلقه واغلبيتنا الاغلبيه الساحقه منا من الناس العاديين فقر مطلق، في فقر أعمى مثل ما بقولوا، وهن بس بيحكوا شعارات وهات وخرافات، وبتلاقيهم عيشتهم أحلى عيشة فوق مثل ما بقولوا فوق الريح. يعني هل عقول قادرة على التفكير ونحن عقولنا غير قادرة؟ أتمنى من أصدقائي طرح الأفكار هاي حتى نقدر نتشارك كلياتنا بالأفكار. طيب غدير عم تقول إنه هو ليس قاصر، ولكن إذا كان هناك بعض المواضيع إذا كنا لم نفهمها مع مرور الوقت سوف نفهمها، حيث أننا نستطيع معرفة كل أسرار الوجود نحتاج فقط وقت طويل وعمل جاد. هذا المفروض كلنا نفهمه أختي غدير، يعني كل هذا المفروض نفهمه. يعني اليوم إذا ما بنعرف شيء هذا لا يعني إنه ما رح نعرفه. مثلاً قبل 300 سنة مثلاً مين كان يحلم يشوف شاشة التلفزيون مثلاً فيها وتواصل مع الناس و كل شيء؟ من قبل 20 سنة مين كان يحلم بالموبايل هذا؟ يعني مثلاً من 1927 سنة مين كان يطلع بس مباشر؟ أي شخص ممكن يعملها بكل سهولة. فالفكرة فكرتك إنه يعني اليوم ما بنعرف شيء بكرة رح نعرفه، هذا الشيء أكيد. ولكن البرمجة العقول مثل ما كان عنا حلقة امبارح مع أخونا ديفيد، يعني يحاولوا يبرمجوا العقول إنه عقولكم قاصرة لا تفكروا كتير، نحن بنفكر عنكم بس بشان يتحكموا فينا. لذلك أنا أنادي أهالينا المسلمين فكروا يا جماعة فكروا، يعني اليوم الدين إذا قائم على التفكير شو بيعيب الدين إذا قام على التفكير؟ اليوم انت مؤمن، حقك هذا، صير مؤمن يا اخي، ما حدا ماسكك انك تؤمن او لا تؤمن، هذا حقك. ولكن هل فكرت انه ممكن في لحظه صغيره ممكن يعني اكون خطا؟ ولو لحظه صغيره ممكن اكون خطا يا اخي، يعني اي انسان ممكن يخطئ. انت اليوم مؤمن وايمانك هاد، يعني وضعت حياتك كلها في سبيل هالايمان هذا ومعول عليه على اخرتك ومعول عليه على كل شيء، ولكن يا هل ترى، هل فكرت انه تبني ايمانك هاد على قواعد منطقية، قواعد عقلانية؟ يعني يكون إيمانك بدل ما يكون إيمان أعمى، يكون إيمان مثل ما بقولوا إيمان عقلاني، إيمان مدروس. يعني هل فكرت؟ وما أظن شيء عيب، يعني ما هو عيب أنه يكون على
عقلانيه، على اسس مدروسه تدرسها. ليش انا مؤمن؟ نفسك يا مؤمن، ليش انت مؤمن؟ طبعا انه انت ولدت في عائله مؤمنه وتربيت، من علموك الايمان من اول ما، طبعا من اول ما يعني جيت على هالدنيا هاي، احد الكبار اذن باذنك الله اكبر الله اكبر، وبعدين ترعرعت في هذا حرام وهذا حلال، وبالضرب وبالعنف بكل شيء. وصلت لمرحله بالطفولة مثلا 7-8 صاروا يعلموك الصلاة، صاروا يحجبوا البنت الصغيرة، والصلاة إجبارية، وطبعا أحاديث الناس والمجتمع هذا حرام وهذا حلال كونت عقليتك، فصرت مؤمن أنت بهالدين هذا. يعني بكل بساطة تبرمجت عقلك، تبرمج على هالدين هذا، تبرمج على الثقافة العامة كلها. وثقافتنا الموجودة ثقافة إسلامية بحتة طبعا، حتى المسيحيين تأثروا بالثقافة الإسلامية، هذا شيء أكيد يعني. فتصل لمرحلة الـ 14-15 صرت متدين، وفي ناس بصيروا ملتزمين مثل ما بقولوا، بصيروا متشددين حتى يصلوا لمرحلة إنه ممكن يقتل شخص آخر في، يعني يقتل شخص آخر في سبيل هالأفكار اللي مؤمن فيها، وإيمان وراثي وليس إيمان مدروس. وهذا اللي بدنا إياه نحن، بدنا من الأصدقاء أنه أصدقائنا المسلمين وأحبابنا وأهالينا يفهموا ليش إن مؤمنين. على كل حال أرحب بكل الأصدقاء المتواجدين معنا، وأتمنى من الأصدقاء، أنا وضعت رابط الرابط على الفيسبوك، أتمنى من الأصدقاء أنه يشاركونا في المداخلة، في مثل ما بقولوا في الحلقة هاي. ابن سومر عم بيقول: أخي جان، هو أساس الدين الإسلامي الإيمان بالغيب، لا تناقش ولا تجادل، لأن الله المفترض وملائكته وكل أموره هي غيب، وأنت أيها الإنسان عقلك محدود. بالضبط، يعني العقل محدود، العقل محدود، يعني لما تحط للعقل معناته أنت قيدت الإنسان. وصدقا هذا اللي صار، يعني اليوم اللي شفنا المجتمع الإسلامي، الفكر الإسلامي منغلق. الناس لما تركت الإيمان وتركت الدين وحطته على جنب، صاروا يخترعوا طائرات وسيارات وكل شيء، يعني إلا نحن في بقينا في هالعقل المحدود. نقول عقلنا محدود، حتى شفنا صرنا بآخر آخر آخر العالم، ولحد هالساعة هي يعني شو إنجازات اللي سويناها. لما قلنا عقلنا محدود، ويعني بشكل من الأشكال الناس صارت تصدق إنه عقله محدود، تفكيره محدود، فوصلت لمرحلة إنه صرنا نعمل أكبر مثلا صحن تبولة في العالم، أكبر صحن فول وثفر. يعني هاي إمكانياتنا، يعني نحن انعرفنا بين الشعوب، حاليا معروفين بين الشعوب، اللي عنده اكبر صحن تبوله، واللي عندنا اكبر، يعني للاسف التفاهات التفاهات التفاهات. وبيطلع لك عقول مثل هذا الكيالي اللي اخترع، اللي اكتشف نظريته في الفيزياء انه الجن بيطير عبر الدفع النفاث. هذول هن نحن. ليش؟ لأنه حددنا العقل، قضينا على العقل، قلنا هذا العقل محدود. وللأسف الشديد العقل بعمره ما كان محدود. العقل لما يشتغل يبدع، يصل لمرحلة من الإبداع إلى أنه
يطلع من الكرة الأرضية كلها ويصل للكواكب الأخرى، وهذا اللي صار. طيب على كل حال أظن دقائق أصدقائي، أسف. أنا أشجع أصدقائي الدخول على معنا بالحلقة ومشاركتنا. طبعا أتمنى من الأصدقاء مشاركة الحلقة، لأنه الجمهور مثل ما بقولوا قليلين، وأتمنى يعني من الأصدقاء نشر رابط الحلقة حتى تصل لأكبر عدد ممكن من الأصدقاء. طيب ليلى عم تقول أرى أنه فعلا قاصر من حيث ما وراء الطبيعة، يعني أنك مهما حاولت البحث عن بداية الوجود لن تستطيع الوصول إلى نتيجة، وصعب جدا أن تجد الحقيقة. يعني ليلى برأيك يعني نحن اكتشفنا كل شيء في الوجود وصار همنا الوحيد أنه نبحث ما وراء الوجود، شيء غير كيف لازم نبحث عنه؟ يعني ما وراء الوجود ليس له وجود، ضمن الوجود اوكي، بس ما وراء الوجود يعني كيف بدك اياني يعني ابحث شيء اصلا ما موجود؟ يعني العقليه هي اللي بتصعب الامور. هل نحن برايك يعني خلصنا كل شيء وعرفنا كل شيء بالوجود وصار هدفنا الوحيد انه نبحث ما وراء الوجود، ولا نقول لحالنا خلينا نفكر بالوجود اول شيء، الشيء الموجود قدامنا نفهمه، مع انه لحد هالساعه هي ما فهمنا كثير اشياء، يعني مثلا الماده السوداء والطاقه السوداء كل هذول الثقوب السوداء ما لحد هالساعه هي ما عندنا شيء عنه. فهذا لا يعني انه ما رح نعرف، اكيد رح نعرف، ولكن هل نترك هالأشياء هي اللي في الوجود ونلحق ما وراء الوجود؟ أنا برأيي خلينا نركز تفكيرنا وشغلنا على اللي موجود، بعدين نروح على الشيء اللي غير موجود. يعني بعدين نفكر أصلا يعني شيء غير موجود مثل الإله ذات نفسه، يعني الإله غير موجود إن شئنا أو أبينا. اليوم بيقولوا لك والله بيطلعوا لك الله الربوبيين وما بعرف لا دينيين أو لا أدريين اللي بيقولوا إنه في الله، ولكن الأديان غلط. طب يا أخي، أو بالبداية فكرة الدين، فكرة الإله هي مين جابها؟ هم الأديان. لولا الأديان، لولا الفكر الديني ما كان انطرح على الإنسان السؤال هذا. سؤال الإله ذات نفسه ليش انطرح؟ انطرح لأنه الإنسان كان ما عنده أدوات الإجابة، ولحد الساعة ما عنده كل أدوات الإجابة. عنده أدوات إجابة جيدة بين إيديه، ولكن ما هي كل أدوات الإجابة. ففكرة الإله يعني اليوم ليش ما بنشوف كائنات أخرى مثلا عندها نفس الفكر أو نفس، خلينا نقول مسألة الإله، إلا عند الإنسان؟ لأنه فكر في مرحلة، يعني طبعا هلا صار معلومة جديدة إنه الإنسان الهوموسيبيان الحالي الشكل الحالي موجود عمره 300 ألف سنة، وكان من كذا شهر كنا نقول 200 ألف سنة، أو من كذا أسبوع وليس كذا شهر كنا نقول 200 ألف سنة. هلا صار العلم تغير وصار 300 بالفوها بالمغرب. يعني فهي انطرحت من 300 ألف سنة، خلينا نقول فكر الإنسان
ومن 300 ألف سنة أكيد ما كان في شيء أدوات للإجابة على هالسؤال هذا. فشيء طبيعي يلجأ الإنسان للغيبيات، شيء طبيعي طبعا داخل كل شيء فيه، الاقتصاد، السياسة، كل شيء يتدخل فيه، فمن الطبيعي أن الإنسان يلجأ إلى الغيبيات. على كل حال أرحب بكل الأصدقاء وأتمنى من الأصدقاء المشاركة. طبعا الأخ جان أنا راح أبعت لك رابط الهانج أوت، يا ريت حطه أنت في الشات هون حتى يقدر يوصل يعني الأصدقاء اللي حابب يساوي مداخلات يدخل. أنا حطيت مثل ما قلت لأصدقائي، حطيت الهانج أوت على الفيسبوك، اللي حابب يعرف فيسبوك يدخل له كمان ويشوف. جان طيب أنا راح أبعث لك جان الفيسبوك أو قصدي الهانج أوت وأنت تحطه على الشات، أكون لك من الشاكرين. طيب أنا بعت لك يا جان، ويا ريت ترجع تطبعه وتحطه على الشات. أنا بصراحة ما بعرف ليش أنا غير قادر أن أحط الرابط على الشات. على كل خلينا نشوف الأصدقاء اللي ابن سومر عم بيقول أخي جان تعرف شو هي مشكلة الدين ورجاله؟ هم يلعبون على العاطفة والخوف من المجهول، لأن أي إنسان لا يمكن أن يتقبل أن الحياة سوف تنتهي ولا يوجد حياة أخرى. بصراحة يعني مسألة أنه الإنسان لا يتقبل، الإنسان يتقبل يعني عندك الملحدين نحن نتقبل فكرة أنه لا يوجد حياة أخرى، الإنسان يتقبل بكل بساطة، يعني الإنسان يتقبل أنه لا يوجد حياة أخرى وهي حياتنا على الأرض. ولكن هن المشايخ ورجال الدين عموما زرعوا فكرة أنه الخلود، بيحبوا الخلود وحببوا الناس في الخلود، وهي الدنيا فانية. يعني مسألة الموت، خلينا نقول الموت، يعني الإنسان واعي تماما، جينات الإنسان واعية تماما انه الموت هي النهاية. يعني اليوم كلنا ماتنا اعزاء، ماتنا احباب، وزعلنا كتير لما تصل لمرحلة وموت لك انسان عزيز كتير، تصل لمرحلة تبكي عليه بحرقة غير معقولة، تبكي عليه بحرقة غير معقولة. احساسك هذا اللي انت وقت اللي عم تبكي، يعني احساس انه هالانسان انتهى بكل معنى الكلمة، يعني بحذافير الكلمة انتهى. لو بالفعل يعني هلا كل المؤمنين، والمؤمنين خلينا نقول المتشددين اللي ضالعين في الإيمان وليلا نهارا صباحا وظهرا وعشية يصلون، لو هذول بجد يؤمنون بأنه في آخرة، في حياة أخرى، ما في داعي يبكوا، يعني ما في داعي يزعلوا زعل بحرقة. يعني اليوم مثلا خلينا نقول الإمام أحمد بن حنبل ذات نفسه لما ماتت أمه يعني بكي بشكل عجيب. طيب هل مثلا الإمام أحمد بن حنبل لا يؤمن بوجود آخرة، بوجود الجنة؟ اليوم واحد عم بيروح يستشهد من شهداء راح على حرب واستشهد ومات
في سبيل الله. ليش الناس عم تبكي عليه؟ ومؤمنين، أنا أقول المؤمنين جدا بالجنة، ليش يبكوا عليه؟ شو السبب يعني؟ ما دام إنه مؤمن، إنه هالشخص هذا استشهد وراء الجنة يعني مباشر عند الحوريات، الزلمة مبسوط ما فيه شيء، ليش حتى يبكي؟ ليش الأم تبكي على ابنها المستشهد وبتعرف إنه راي على الجنة؟ هذا شيء جيني، يعني جيناتنا عطتنا سر الحياة أصلاً. الحياة موجودة فترة معينة وتنتهي، تنتهي الموت، ينهي الحياة، لا حياة بعد الموت، يا أما حياة يا أما موت. ليش مثلا محمد ذات نفسه زعل على حمزة مثلا؟ شو السبب؟ إذا بيعرف هو السيد شهداء، سيد الشهداء، وهل السيد شهداء الجنة مثلا، مثل ما بقول ما بعرف الشهداء الجنة ولا في بالجنة شهداء، ليش حتى يبكي؟ هو رسول الله اصلا يعني. اظن مسألة جينية يعني، انه جان عم بيقول لي دعاء المؤمنين استجيب، لا يمكن نسخ الرابط. بصراحة ما بعرف شو القصة، ليش ما عم الرابط ما عم بيدخل على الشات، أنا بصراحة لا أفهم. على كل حال أصدقائي، ما في مشكلة، ونحن راح نتناقش يعني، مثل ما بقولوا أنتوا تكتبوا ونتناقش سوا. غدير عم تقول إن المتدينين يقولون أن الدنيا زائلة، لذلك لا يجب أن نعمل فيها، هذا سمعته من أغلب الشيوخ الأغبياء. بصراحة هو يعني صدقتي، وهي المشكلة الكبرى، إنه يعني يروجون إنه الدنيا فانية ولا تعملوا. وهذا اللي الشيء المحزن اللي خلانا بالفعل نتكاسل ونصير مثل ما بقولوا بزيل الأمم، الشيء اللي خلانا نصير بزيل الأمم، صرنا مضحكة للناس، صرنا عالي على أبواب الناس، صرنا لاجئين، صرنا شحادين، صرنا إرهابيين، وكل من وراء هالتفاهات هاي إنه الدنيا فانية والمستنين الآخر. بيتر عم يقول خلي الشباب يدخلوا حتى يصير تفاعل أكثر، أتمنى يدخلوا يعني. أنا حطيت الهانج أوت على اللي بيعرف فيس بيدخل، أنا ما عم بقدر أكتب هون بصراحة، ما بعرف شو القصة يعني، أنا شرحت الوضع هذا ما بعرف شو القصة بصراحة يعني. فأتمنى اللي يعرف فيسبوك يدخل على الفيسبوك، واللي بقدر ينشره هون كمان يعني، الأصدقاء اللي بيعرفوا فيسبوك يدخلوا ياخذوا الرابط وينشروه هون على الشات، حتى أي صديق حابب يتداخل أهلا وسهلا. على كل حال، ومثل ما قلت يعني، اللي حابب يطرح أفكار هون يعني أهلا وسهلا فيه، ونطرح الأفكار مع بعض. طيب، الإسلام انتشر بالسيف وينتهي بالفيس. عم بيقول أو عم تقول الذين يخافون على إيمانهم من الكلام فهم قوم لا يثقون في إيمانهم، من أقوال عبد الله القصيمي، وشيء أكيد مليون بالمية يعني. ما في مؤمن، صدقوني ما في مؤمن لا يخاف على إيمانه من الكلام يعني. المؤمن خصوصا المسلم، بما أنه ثقافتنا إسلامية، بيخاف أنه يتكلم في إيمانه، بيخاف يصل لمرحلة أنه يشك في إيمانه، ومع أنه يعني الشك
ضروري في كل شيء، في كل شيء. وأنا يعني مثل ما بقولوا أشجع الأصدقاء أنه يشكوا، شكوا حتى تتيقنوا من إيمانكم يا جماعة، مو تشكوا مشان تتركوا إيمانكم، لا، شكوا مشان تتيقنوا من إيمانكم. إذا كنت مسلم شجاع، مؤمن شجاع وواثق جدا من إيمانك، من أفكارك، من إلهك، من دينك، يعني شو راح يضرك؟ شكيت فيه ورجعت عالجت الموضوع حتى تتيقن، تيقن من إيمانك. هذا أنا يعني أطالب كل المسلمين أنه ادرس إيمانك وتيقن من إيمانك، وبعدها أهلا وسهلا، لأنه الإيمان اللي عندك حاليا هو إيمان متوارث، ليس أكثر ولا أقل. أنت ورثته عن أهلك، ورثته عن مجتمعك، عن جيرانك، عن أصدقائك. يعني ما اجاك انت نزلت من بطن امك والله مؤمن. اي انسان بينزل من بطن امه ما في مثل ما بقولوا صفحه بيضاء. الاهل، المجتمع، هن اللي بيكتبوا سطوره الاولى، والسطور الاولى هي تبقى مدى العمر. يعني مهما انسان كبر، يعني ثقافتنا اليوم، انا مثلا انا واحد الناس تربيت في مجتمع مسلم، مجتمع يقدس الخرافة، كبرت لحد هالساعة هاي لما أكل أقول بسم الله مثلا أو الحمد لله لما أشبع. يعني شيء طبيعي، هاد شيء طبيعي، تربينا هيك. فأنا أدعو كل المؤمنين أنه مثل ما بقولوا يفحصوا إيمانهم ويتيقنوا من إيمانهم. طب الأخ نزار أظن عم بيقول العامة يسمون الحياة الدنيا، إذن أين هي الحياة القصوى؟ أين هي الحياة القصوى؟ حتى الأديان لم يسموها بهذه الطريقة. بالضبط. محسن عم بيقول اجعل الوجود أكثر عمقا بدلا من الطمع بالتملك. بصراحة محسن فكرتك رائعة، لكن المشكلة هي طبيعة الإنسان. يعني يا ريت نكون وجودنا أكثر عمقا ونستمتع بوجودنا في هالكون هذا، يعني نقدر نفهم وجودنا بهالكون هذا بشكل إنه نستفيد ونفيد ونستمتع بهالوجود القصير هذا في الكون هذا، بدل ما يعني نطمع ببعض. يعني اليوم طبعا أصحاب الأموال اللي طامعين في كل شيء عم بيلموا أموال الناس، وأغلب الناس فقراء عايشين في فقر مجحف. يعني هل أغنياء هذول هل هم سعداء؟ هل هم مستمتعين بأوقتهم؟ أنا متأكد لا. يعني أنا متأكد يعملون 24 ساعة في س... يعني مقهورين وكل شيء في سبيل جمع هالفلوس هاي. يعني مثل في عنا مثل بيقول لا بيرحم ولا بيخلي رحمة الله تنزل. هاي كل الدكتاتوريات في العالم، هل يتهنون في حياتهم؟ هل متهنين إن في حياتهم؟ هاي الأغنياء، كم واحد منا يعرف من الأغنياء اللي بتجي جلطة مباشر سكتة قلبية بيروح فيها لأنه خسر له كم مليون مثلا، بتلاقيهم ليل نهار العقل شغال عندهم في سبيل ربحت وخسرت وشلت وحطيت. كل الأغنياء يعني هي المشكلة طبيعة البشرية. أتمنى الإنسان يصل لمرحلة يساوي دواء يعطي لهالبشر هاي، يغير لهم جيناتهم، يشيل الطمع. إذا شلنا الطمع
انتهى كل شيء. صدقوني إذا شال طمع الإنسان وصار الإنسان ما يفكر إلا بحاله، صار يفكر يعني بغيره. يعني اليوم مثل ما بقول لقمة هنية بتكفي مية، كان انتهينا من زمان. يعني الأموال الموجودة في بإيدين الموجودة على الكرة الأرضية خلينا نقول، صدقوني تكفي لمئة مليار نسمة يعيشوا برخاء، تكفي لمئة مليار نسمة يعيشوا برخاء. يعني احنا اليوم 7 مليار والأغلبية الساحقة معدومة. ليش؟ الطمع، طمع الإنسان. هالحروب هاي كلها ما لها لازمة أصلا، كل هالمجاعات هاي بسهولة. يعني اليوم الإنسان مثلا الأفريقي خلينا نقول بالصومال، يعني شو كلفة الطعام الإنسان بالصومال ولا بأدغال أفريقيا اللي مثلا بصير مجاعات؟ كلفة الطعام هي العلكة اللي بيعلكها يوميا المواطن الأوروبي، العلكة اللي بياخدها بيشتريها من هو ماشي من الدكان ولا الشوب. هذا هالعلكة هي ممكن طعمي إنسان نهار كامل. فمسألة إنه المجاعات وحسن الحال لكل البشرية مسألة بسيطة جدا. يعني اليوم في ناس بتشتغل يوميا 16 ساعة صدقوني، وهذا مو مطلوب منه، بيكفي بيشتغل 4 ساعات 3 ساعات يوميا. بس إذا توزعت الثروة بعدالة، إذا الطمع هذا طلع من الإنسان. الأخ جان بصراحة يعني أنت ما حطيت الرابط، يعني أنت تدعو للأصدقاء المشاركة ولكن لم تضع الرابط. على كل حال ما بعرف شو القصة، ما عم يمشي الحال قال لي. طيب ولا يهمك ولا يهمك، على كل حال ما في مشكلة. يظهر نقضيها لحالي، أنا رح أقضيها لحالي، ما بعرف القصة اليوم بالحكم ما هون، ف ما مشي الحال. محسن عم بيقول الدماغ آلة كوانتو ميكانيكية معقدة متعددة الأبعاد ولا متناهية ولا متناهي. أواكن كول عم بيقول سألت مرة شيخ مسلم لماذا تجبرون على البقاء في الإسلام وإذا خرجنا منه تقتلوننا، قال لأن الإسلام يعرف مصلحتك أكثر منك. يا سلام. وأخيرا جانا مستر بلاك، أهلا وسهلا مستر بلاك، جرب أنت حبيبي توزع رابط الحلقة، أنا على كل رابط الهانج أوت أنا راح أبعث لك إياه كمان، يمكن أنت تنجح أكثر يعني. بعثت لك إياه مستر بلاك، يا ريت توزعه إذا ممكن تضعه. أهلا وسهلا فيك شريفة. طبعا طيب توني عم بيقول خي جان ما تنسى بما يسمى أراضي الوقف التابعة للمؤسسات الدينية، تكفي لبناء شقق، تكفي لكل المشردين حول العالم. بكل تأكيد يعني اليوم صدقوني الجوامع والكنائس والمعابد هي مثلا الهندوسية ولا أي ديانة فيها معبد وفيها يعني تلاقي البسخ الموجود بكفي المعابد، يعني بكفي هالمعابد كلها من كنائس جوامع بطيخ كل شيء يروحوا يطجوا مثل ما بقولوا لهالوهم والخرافة هاي كل شيء. يعني
فلوس لا تقدر يا زلمة، يا رجل، مثل ما بيقولوا عنا كان بحلب كان جامع اسمه جامع زكريا، التريا الموجودة فيه يعني أنا لا أتوقع يكون أقل مثلا من 100,000 دولار حقها. التريا الموجودة فقط، التريا هي تريا الزينة، فما بالك بالبناء ذات نفسه، بمصاريف البناء هذا، بمصاريف القائمين على هالبناء هذا، والخدام وكل هالناس. يعني المعابد وحده اذا حولوها لفنادق مثلا راح تجيب اموال تكفي البشريه كلها بمات جوع يعني نهائيا. وفكره انا اتمنى تكون فكره يعني رائعه، تسوى الكل الكنائس والجوامع والمعابد البوذية والدوزية والخرنفشائية كلها تتحول لفنادق، لهوتيلات بالإجرة، وريع المصاري هاي كلها تروح للفقراء، لوين في المجاعات، لكل من يعاني من الكوارث الطبيعية، تروح للأبحاث العلمية. رح نستفيد منها أكثر بكثير من إنه يروحوا بس يسوي تمتموا شوية خرافات ويشلحوا الناس مصراتهم ويحطوها بجيبهم هدول الرجال الدين. بالضبط جان، عم بيقول جان يصرف على الله يوميا أكثر مما يصرف على مجاعات أفريقيا يا جماعة. بالضبط يعني. أهلين جان، تسمعني؟ أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك. طيب حنا بعد أهلا وسهلا حبيبنا، أهلا وسهلا، تفضل. طيب حنا بعد شو رأيك بهالسؤال اللي انطرح؟ هل عقولنا حقا قاصرة؟ هو الأكيد أنه العقل الديني قاصر بامتياز. العقل البشري كما يقول ديكارت يولد جميع البشر بنفس الاستعدادات الذهنية والعقلية، لكن المحيط والمجتمع والعائلة هم الذي هؤلاء هم الذين يوجهون هذا العقل إما نحو التطور في الاتجاه الإيجابي، قدرات والمواهب، وإما يساهمان في تنويم هذا العقل وتغييبه. العقل الديني عموما عند جميع الأديان هو عقل مخالف للواقع ومخالف لكل قواعد الوجود الكوني التي اكتشفها الإنسان، طالما أنه يحاول أن يجعل العقل قاصر بالقول. فطالما أنك تردد أن عقلك قاصر، عقلك قاصر، عقل، فستتأكد من أن عقلك قاصر وستعمل على هذا الأساس. ففي أحد الروايات ذات مرة قرأت أن هناك شخصا وضعوه في زنزانة وكانت محكمة الغلق، كانوا يكلمونه عبر مكبر الصوت وكان الظلام دامس، فقال لهم لماذا لا تشعلون الأنوار؟ فقالوا له نحن النور مشتعل لكنك أنت الذي لا ترى. وتوهم أنه أصيب بالعمى، بقية حياته في الزنزانة يتعامل على أنه أعمى. هذا أغنية العقل القاصر، العقل القاصر هي لجعل العقل لا يفكر. وحينما يطرح الأجيال تطرح أسئلة على أولئك الشيوخ، أسئلة حقيقية وتشكيكية وأسئلة ذات مضامين في العمق، فيقول له وهو ليس له إجابة، يقول له لماذا لا يأتينا عفريت من الجنة الآن لكي أراه؟ لماذا لم يرى أحد البراق؟
لماذا كذا؟ ألف ألف ألاف من السؤالات، فطبيعي جدا أن يقول أن العقل قاصر وأن كذا وأن كذا، ولا نستطيع أن ندرك هذه الأشياء بالحواس، وكأن هناك حكمة أن يخلق بس ولا تستطيع أن تستدل بها على أي شيء، فما فائدة من خلقها؟ وهو المشكلة، مشكلة يا أخونا حنبعل، يعني الدين والفكر الديني متناقض إلى أبعد الحدود. مثلا يقول لك أنه خلقناك في أحسن تقويم، بعدين لما بعد ما تولد بيقول لك لا والله ونسينا في قطعة منك زيادة لازم نقصها. يعني صح بالضبط، يعني كيف بتفسر هالتناقض هذا بالفكر الديني؟ يعني شوف، أنا ذات مرة وأنا تلميذ التربية الدينية هذا سألت الأستاذ سؤال، الله لما خلق آدم وحواء ذهب إلى الطين، وبعد الطين عمل نفسه شغل ونفخ فيهم الروح، وبعد الروح حولهم إلى لحم ودم، وبعدين صارت هالقصة. ومع عيسى قال له كن فيكون. يعني شنو الحكمة من أنك اللي تتكاثر البشرية خلقت رجل ومرأة، من مرأة لم تأتي لها برجل قلت لها؟ يعني تحسك الذي يكتب السيناريو ينسى ما قاله قبل أن يمر في الأحداث. توازن الإله مرة يدي مرة يستعمل الكل، يعني الأشياء هذه غير مفهوم. هذا هو تركيبة الدين، هو على كل شيء غير مرئي. طيب هذه مسألة عذاب القبر، حتى عذاب القبر عند المسلمين يشوفون فيه، لأنه طالما توضع تحت القبر ليس هناك مرئي، فيقول لك منكر ونكير وأحمد وبطيخ ومش عارف، فطالما أنه غير مرئي فيصنع فيه عالم، لو تأتي به إلى العالم المادي يفشل. يا أخي هذه جموع العالم أمامك، أنت 15 قرن وأنت تتوسل إلى هذا الإله وتدعوه كشعارات اليهود، ما قال أدعوني أستجب لكم، دعوتموه في أول رمضان، في منتصف رمضان، في ليلة القدر، في ليلة في غزوة بدر، في غزوة أحد، في العيد الأضحى، في عيد في المولد، دعوتموه صباحا مساء وأناء الليل أطراف النهار في صلاة التجهد في الاستخارة في جماعة ولم يستجب. يا أخي يقول أينشتاين الغباء أنك تعيد نفس العملية وتنتظر نتائج مخالفة، أنت تعيدها 15 قرن. 15 قرن، أليس لهؤلاء عقول؟ يعني تفضل. طيب. بس أنا بمسألة التناقض عندي بدي أوضح شوي إنه مسألة التناقض في 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 في, في الدين أو خلينا في الفكر الديني عموما، يعني ما هي إنه بدهن يصير تناقض؟ هي المشكلة بتجي إنه عفوية. هلا مثلا مسألة عذاب القبر أخوي حنا بعل أنت طرحتها، مسألة عذاب القبر اليوم محمد لما بعث بالنبوة كان المفروض يعرف أنه في عذاب قبر، في جنة ونار وكل الأشياء هاي، ولكن يعني ما يبين، وأنا أتمنى من أصدقائنا وأخوتنا وأهالينا المسلمين يفكروا بهالموضوع شوي، ما يبين أنه محمد كان يؤلف من عنده أنه مسألة العذاب القبر ما كانت مطروحة نهائيا في 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 الإسلام لفترة طويلة جدا، حتى عائشة سمعت من بعض اليهوديات إنه في عذاب قبر والأشياء هاي، فأنكرت عليهم القول هذا إنه ما في عذاب قبر. شو هالحكي هذا؟ نحن مسلمين وما عنا عذاب قبر، وجوزي أنا هو النبي يعني. ف
فلو كان في عذاب قبر كان اكيد قال لي. فعائشة بوقتها راحت لعن محمد قالت له في يهوديات هيك عم بيقولوا. فكر فيها محمد لعنه والله هي شغلة كويسة يعني عذاب قبر معناتها في عندي أداة أخرى أضغط عليها على المسلمين وخليهم يركعوا لي. فطالع عذاب القبر صار في الإسلام. طيب يعني اليوم العقل أتمنى من أهالينا يفكروا بهالموضوع هذا، إنه هل محمد ما كان يعرف شيء اسمه عذاب القبر حتى سمعه من اليهوديات هدول بعدين صار الله عنده عذاب قبر وعنده صار باللوح المحفوظ حط عذاب القبر؟ شو رأيك أخوي حنا؟ هو الأكيد أنه الأديان كلها تتغذى من الواقع الاجتماعي ومن العادات والتقاليد وتضيف عليها طبعها الخاص، فحتى مسألة عذاب القبر هذه مسألة خلافية في الدين الإسلامي. فمثلا زعيم الإخوان المسلمين في السودان حسن الترابي أنكر هذه المسألة وقال لا وجود لها، وهو شيخ يعني هو زعيم سياسي وزعيم ديني، وتعرض للنقد من مقربين ومن مخالفين له. ثم مسألة القبر هذه مسألة الدفن في ذاتها هي مسألة دينية، مسألة دينية، لأنه يعني أنا كملحد على الأقل أتحدث عن شخصي، أنا لا تعنيني موتي ولا أهتم بها أبدا. يحرقون الجثة أو يقومون بما يريدون، أنا أهتم إلا بحياتي. ونحن لا نموت من أجل الأفكار مبدأ، نحن نحيا من أجلها، نحيا لننشرها ولا نموت لأجل مثل المتدينين، لأن الأصل هي الحياة. الموت يضعك في قبر لأنه يتوهم العالم الآخر، أنت في مرحلة انتقالية. في القرآن يقول كل نفس ذائقة الموت، إذن النفس هي التي تموت، والروح الروح هي من علم رب، أين تذهب الروح؟ يعني لا فهم يسموها نفس ولا فهم يسموها الروح. يعني لو أنت تقتل النفس أنت ثلاثة في واحد. العالم قال أن الشخص هو مادي، امتداد مادي يتكون من شرايين وعضلات وأعصاب وأجهزة تعمل بانسجام وبتناغم، نهاية لهذه لكل هذه العملية وهي ما نسميه بموت. خلاص انتهى الموضوع، وعالم أخرى يعطينا ربع إثبات. وهل في مسألة القبر، تفضل في مسألة القبر، المسلمون هم أشنع ناس في الدفن، أشنع ناس، لأنه على الأقل المسيحيين، وأنا حضرت جنائز من مختلف الديانات، المسيح هناك طريقة من الطرق يضعون الميت في صندوق حديدي ويسحبون الأكسجين لكي لا تتعفن الجثة في بناء ذات طوابق سفلي يعني في قبو. المسلمون إن كانت مرأة فيضعون لحاف فوق القبر وينزل ابنها أو زوجها أو من يقبلها ويضعها على كتفها الأيمن تجاه القبلة، ثم يضعون قطنة، وهنا سيضحك الجميع منا، يضعون قطنة في دبرها وقطنتين في أنفها، ويضعون التراب في فمه وفي أنفه لكي يدخل الدود. نعم كذلك، أما إذا كان الميت ذكر فلا يستعملون اللحاف، الشهيد يدفنونه بثيابه حسب رأيهم، فمباشرة يكون حاضر يعني في الزفاف بالحريات. هذا الشهيد قصدك، الشهيد لا يدفن بثيابه ولا يغسل يعني. طيب أظن أخونا تلويتهم بالثياب مباشرة لأنه في منصة زواج منتظرته،
للأسف الشديد يعني. حتى حنا بقى بصراحة أنا لا أفهم موضوع الجنة والجنس المفرط الموجود بالجنة. يعني اليوم نحن في الأرض، في حياتنا هي الحياة الطبيعية، الجنس موجود للتكاثر لحتى تبقى البشرية مستمرة، لأنه في موت أصلاً في جنس للتكاثر. ولكن في الجنة يعني لا إيش راح نتكاثر أصلاً، أصلاً ما في تكاثر، يعني ما ورد إنه في تكاثر، فالجنس ليش ما كان في تكاثر أصلاً يعني. هو ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني حتى هذه لم ينسوها. فالجنس من أجل الجنس، من أجل المتعة، عقول سكان الصحاري وفي ثقافة مجتمعات البدو، الجنس تقريبا مع الخمر هو المتعة الوحيدة الوحيدة المتاحة. قبائل لم تكن تفكر، لم يكن هناك عقل، أصحاب العقول كانوا قلة قليلة. القرآن وهجمهم المسلمون وسماهم أبو جهل، وهو أبو الحكم وأبو الحكمة وأبو لهب ذلك الفيلسوف، يتبعهم الغاوون سبهم أيضا، كل ذي عقل منبوذ. الإصرار على خلق مجتمع متخلف غرائزي تنتشر فيه هذه الثقافة لكي يسهل بعد ذلك تطميعهم بالجنة. يعني لو تخيل عنا كيف ستكون، يقول بها ماء مسكوب، الماء يسكب، لأنه قلة الماء في الصحراء تجعل الماء المسكوب، إنسان يسكب الماء يعني إنسان لديه من الماء الكثير، وهو عنوان ثراء ربما. والجنة أيضا يعني فيها أخي حنا بقى العنوان للرخاء أنه في ماء. طبعا أهل الصحراء هم أحوج الناس إلى الماء دائما، يعني أظن لو محمد كان موجود مثلا في أثينا ولا في روما ما كان الجنة كانت بهالشكل هذا يعني. أكيد أكيد، هو يتحدث عن مغريات لسكان تلك المنطقة. كان في على الأرائك متكئون، الأرائك عند الفرس وعند الروم، هم يذبحون الحيوانات ويستعملون جلدها على الجلوس، ليست لديهم أرائك. بالضبط بالضبط. على كل حال نقاشنا يعني بصراحة هو تحقير العقل في الفكر الديني، وطبعا كلنا نعرف أسبابه للسيطرة على الإنسان ذات نفسه. في الأخ جان عم بيقول سؤال للأخ حنا، هل تعتقد أن زرع فكرة قصور العقل لتمرير الأمور الغيبية الغير منطقية؟ السؤال زرع الجهل؟ لا، السؤال عم بيقول انه هل تعتقد انه، بس دقيقة واصل للسؤال وين صار. هل تعتقد ان زرع فكرة قصور العقل هي لتمرير الامور الغيبية الغير منطقية؟ اكيد انا قلت ذلك، اكيد، لانك انت حينما تريد ان تزرع فكرة، حتى أن تزرع زرع عليك أن تمهد الأرض أولا، تحتاج أنك تزرع خرافات الأشباح والأرواح والعفاريت والجن والغير مرئي، كل هذا لبعد بعد بعدها يسهل عليك أن تتحدث على كل هذا العالم وعلى تفاصيل وعلى الجن الأنثى والجن الذكر وكيف يتكاثر ابن الجن وكيف يتعرجون إلى السماء وكيف وكيف وكيف. لابد من تهيئة أرض خصبة، عقول جهلة، عقول. أنا شخصيا أردت أن أختلف معك في شيء قلته منذ حين، أن محمد حينما كان يكتب القرآن، أنا وأصر وأنا بصدد القيام ببحث في كل ذلك،
وسأنهي البحث وسيصدر في شكل كتاب أن محمدا لم يكتب شيئا، شيء، وهو إنسان بهلول، بهلول الغباء مع قلة العقل. يعني نحن عنا ما نسميه المتسكع المصاب بمس من الجن، فهمني؟ هذا وقع استغلال عاهاته من طرف عصابة منصة عليك، وكانوا يملون عليه ما يقوله أمام الناس، كانوا يعتمدون في تلك الآيات على المواعظ والحكم والديانات الأخرى والسرقة من هنا وهناك وتلفيق الآيات وتلفيق الجمل، وصنعوا بها يعني هذا الكتاب، واستمرت كتابته منذ قد حتى إلى أوائل الدولة العباسية. لأني أنا أعتقد معاوية ابن أبي سفيان قد نصبه الروم وخلقوا له دولة، وأن العباسيين نصبهم الفرس وخلقوا له دولة، والصراع في المنطقة كان بين الفرس والروم. هؤلاء الحمقى لا يستطيعون وليس لديهم العقلية والكفاءة العلمية لبناء دولة وأركان دولة. لذلك كان هناك العديد من العجم هم الذين كانوا يملون القرآن ويكتبونه، وكانوا يحكمون بناء الدولة، تسييرهم من هؤلاء الفرس والروم. لا يستطيع، لا أولئك الصعاليك لا يستطيع. هم قاموا بمحاولة لبناء دولة الغساسنة والمناذرة بجانب، واجتمعوا في جهة البحرين، واجتمعت كل القبائل، لكنهم اختلفوا في توزيع السبايا، كيف سيوزعون السبايا عند الغزو، وفشلت تلك المحاولة. طيب أخوي حنا بعل، في لك سؤال من الأخت شريفة أظن عم تقول، لماذا لا تحضر النساء الدفن؟ طيب النساء لا تحضر الدفن لأنه المجتمعات الدينية، لو نراجع الديانات من المصرية القديمة والبابلية، هذه المجتمعات المبنية على الذكورية. لماذا؟ لأن الله في كل الديانات تقريبا، في كل الديانات الله إله القوة، لا يكون مرأة، ربما تكون آلهة الخصب مرأة، لكن القوة يكون رجل. فالله هو الذكر، والذكر هو الكامل، وخليفته هو الرجل، إذن الرجل هو الكامل. طيب. في الإسلام الخلافة للرجل وليست للمرأة. صحيح. والقوامة للرجل وليست للمرأة. صحيح. وعلى كل حال نحن رح نجي لموضوع المرأة، ومثل ما بقولوا النصف عقل عن ذات فيه. طيب، في الأخ ليون عم بيقول، عزيزي جان موضوع الحلقة إذا كانت عقولنا قاصرة وليس سرد تاريخ محمد. بصراحة أخوي ليون أيها الأسد، يعني بصراحة هو مستحيل تدخل عقولنا قاصرة، الموضوع هذا ما يدخل فيه الفكر الديني، لأنه هو الدين أصلا هو اللي طالع موضوع أنه عقولنا قاصرة، ومحمد هو أول الأشخاص اللي قال عقولنا قاصرة، ولما قال لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، والفكر الإسلامي عموما من وقل الروح من أمر ربي. بالضبط، يعني هو اللي حقر العقل وجعل العقل عقل الأنثى بنصف عقل الرجل، وجعل يعني هو الحقر العقل. فلما نسرد التاريخ ونتكلم عن محمد هذا شيء طبيعي، نتكلم عن الخرافات هي لأنهم حقروا العقل حتى يمرروا هالغيبيات هي، يمرروا. يعني هل من المعقول هناك عاقل إذا محمد طار على جحشة من هون للسماء مثلا، هناك عاقل ما رح يقول له ليه كيف يعني طرت على بغلة،
ولكن بما أنه مغيب العقل، هو حقر العقل. لا هو ليست البغلة. أمال إيه؟ ليست البغلة. هو ليست البغلة. لا في 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 أسطول النقل النبوي هناك. لا أسطول النقل النبوي فيه الحمار يعفور والبغلة دلدل والبراق، يعني هذا المزيج بين ما يطير وما يمشي، آلة التنقل في الجو البوينج 774. هو أول يعني مثل ما بقولوا براءة اختراع على محمد، هي أول وسيلة نقل جوية، أرض جو يعني بطلع مباشر على السماء. على كل حال أسطول النقل النبوي هذا عم بيقول أخونا جان، هو أسطول النقل البدوي. على كل حال أخ ليون، يعني أنا أظن الأمور مرتبطة ببعضها، يعني نحن لولا أنه تحقير العقل من قبل الدين، وخصوصا يعني بصراحة كل الأديان، أنا لا أقول الدين الإرهاب، الدين الإسلامي يعني دخل كثير بالإرهاب، ولكن كل الأديان تعمل إلى إقصاء العقل وتعمل إلى تحقير العقل. صحيح جدا، أنا أؤيدك في ذلك سيد جان. والدليل أن الكنيسة أعدمت جاليلي لأنه بعقله تدور الأرض، تدور هي الكنيسة مع كل الطروحات الكنسية. بس المعلومة جاليليو جاليلي، يعني هي الكنيسة همت إلى إعدامه، هو سحب كتابه لم يعدم يعني. لا هو سحب رأيه أمام العموم تدور، فعفي عنه، مع ذلك تدور بشورة بورتون التورن فعدم. على كل إن أنا صار عندي مشكلة بالكمبيوتر، فأعتذر أصدقائي إذا تأخرت عليكم. طيب الأخ ليون عم بيقول ليون صحيح، والسبب هو تلقين الطفل بالخرافات الدينية وفي أول يوم يدخل المدرسة بكل تأكيد. الأخ أويكن عم بيقول ليفون بصراحة أنا الأسامي شوي الغير واضحة، أعتذر إذا كان لفظي غير واضح. يعني الأخ أويكن عم بيقول وزارة المواصلات المحمدية، يعني بصراحة قمة، يعني هي أنت قمة. طيب خلينا نروح على موضوع العقل أخوي حنا بعل، برأيك يعني المرأة شو وضع نظرة الإسلام أو نظرة الدين عموما لعقل المرأة، كيف ينظر لعقل المرأة؟ طبعا هي نظرة تحقيرية ونظرة دونية ونظرة تجعل من المرأة كائن ناقص، ذات عقل ودين، وشهادة المرأة يعني شهادة مرأتين تساوي شهادة رجل، والمرأة تلث ثلث الميراث، والمرأة يعني عليها أن تحجب، وارتبط بها الشرف وارتبط بها العرض، وكل معناها شرف الأمة موجود في فرج المرأة. فننا الفقهاء وتفنن الشيوخ في مسألة هذه فرج المرأة والحيض والنفاس وكيف تؤتى، ونساءكم حرث لكم وأتوا حرثكم أن شئتم، يعني كلما وانعاد أحدكم من الغائط أو لمستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا
وكل و يعني لا يذكر اسمها بتاتا في خاصة في الدين الإسلامي، لم يذكر إلا مريم فقط في الاسم، يا إما زوجة لوط، زوجة نوح، نساء المؤمنين، أمهات المؤمنين، مش عارف، لا تذكر المرأة بالاسم، هي يعني من خلف حجاب، يعني كلما ذكرت على أنها ملحقات أو متاع، أو هي أصلا لا تدخل الجنة في الإسلام. المرأة لا تدخل الجنة، الرجل يدخل الجنة للحريات، والمرأة تدخل الجنة لماذا؟ صحيح، يعني أكثر أهل النار من النساء. المرأة متى تدخل الجنة؟ ليس بفعلها، أن تكون مرأة صالحة لزوجها، فحينما يدخل هو للجنة يجلبون له زوجته، لكن هي تدخل، هي في غنى عنها، الحريات موجودات هناك، لن تدخل أي امرأة. امرأة كانت صالحة وتعبد وتصلي وتزكي وتحج، إذن ماذا ستذهب إلى الجنة لماذا؟ لتجلس تشاهد المسلسلات؟ أخوي حنا بعل، نحن كلنا بنعرف على أيام هارون رشيد ابن المأمون كان في حركة المعتزلة، يعني المعتزلة جماعة يعني حبوا يعملوا العقل ضد النقل، ولكن تيار النقل انتصر في النهاية للأسف الشديد. برأيك لو 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 تيار المعتزلة مثلا اللي حبوا يعملوا العقل فوق النقل، برأيك شو وضعنا حاليا يعني كان؟ أخي جان، هي هذه مسألة المعتزلة ومسألة واصل ابن عطاء حينما اعتزل شيخه الأشعري وكذا، وهم أناس يعملون العقل يسبقونه على النقل، يعني على العقل قبل النص، على أساس أن التكليف في الأرض للإنسان على ولم يكلف الجمل أو الأسد أو الزرافة، على اعتبار أنه هو المميز بالعقل. أساس تمييز النص الديني مرتكز على العقل، وبهذا النسق يعني يفسر المعتزلة كل النصوص وكل الحياة بالعودة إلى أصولهم، وهي الإيمان بالله ورسوله وملائكته وكتبه والقضاء والقدر خيره وشره، فكل مسألة تعترضهم يعني يدخلون من تلك المداخل. وتبنى أحد أبناء هارون الرشيد الفكر المعتزلي وناظر العديد من الفكر المخالف، بل وأعدم الكثير منهم وأصر على ذلك المدى. طيب، هذا في التراث الإسلامي. المعتزلة ولا المرجئة ولا الأشاعرة ولا البطيخية تقدم حلول الأمة، يعني التفاصيل هذه حينما يغرقونك في التفاصيل تصبح تميز بين الكوليرا والطاعون. يعني المعتزلة سينكرون وجود العفاريت والجن، على كل حال الصوت متقطع شوي أخي. الختان يعني واضح الصوت؟ هلا صار واضح شوي. أنا بصراحة إنه المعتزلة لم ينكر الجن والأشياء هاي، أنا رأيي بصراحة إنه صحيح في وقتها لم ينكروا، ولكن مع مرور الزمن رح يصير تحولات، ولكن ما قضوا عليها بمهدها. هي الفكرة اللي أنا كنت حابب أوصلها يعني. أخوي حنا بعد تسمعني؟ لك كأن لو المعتزلة احتكم أنه أصعب، كانت مقارعتهم أصعب جدا. أظن في مشكلة بالصوت مع أخونا حنا بعل. هلا عاد الصوت وصلت لمرحلة، وصلت ل إنه قلت مقارعتهم تكون أصعب. في مقارعة هؤلاء الفرق ستعتمد، فهذا
العقل هم قد استولوا عليه ويقولونك احنا نستعمله خلاص. يعني انا لا اجد الكلمة العربية لكن نسميها لاتو، الورقة الرابحة التي تستعملها فيها. تقول انا استعمل العقل في البحث والعلم والمعرفة، كذلك لاتو تلك الورقة الرابحة يسحبها منك ويقولك انا ايضا استعملها، ويستعملها من اجل تكريس الخرافة كأشرس. طيب اشكرك اخوي حنا بعل. في الاخ محسن اظن عم بيقول لا يوجد سوى فروقات طفيفه في عقل المراه والرجل لصالح المراه، وهي الاتيه. لنشوف الاتيه: المراه تتمتع بسبر ذاكره متفوقه جدا على الرجل في هذا الباب. انا لا اعتقد، انا ما شفت دراسات بهالموضوع هذا اخوي محسن، ما اعتقد يكون في فوارق مثل ما عم تقول. هي الفوارق تجي انا برايي حسب التربيه، حسب النشاه في اي بيئه، وما هي البرامج اللي تعدت على العقل هذا. فبصراحه انا لا ارى، وانا ما شفت دراسات يعني بهالموضوع هذا، ما قرات عن اي شيء من هالقبيل هذا انه في المراه تتفوق او شيء. اظن العقل البشري هو عقل بشري، انسان هو انسان كان ذكر او انثى، فقط تعتمد على البيئه اللي تربى فيها هذا العقل. ممكن ماريا، بصراحه انا ما شفت الدراسات هاي، ولكن يعني ما اظن، يكون احتمال يكون في طبيعه شيء من القبيل، ولكن هذا لا يعني انه في فوارق شيء يختلف عن شيء. بصراحه انا لا اؤيد هالفكره هاي. الا كان شفنا يعني بصراحه كان شفنا في مثلا في العالم الاوروبي خلينا نقول، او العالم المتحرر، كان شفنا تفوق النساء، ولكن اللي شايفينه نحن هو ايكوال، ما شفنا شيء متفوق يعني. كان واضح وضوح الشمس يعني، لو في يعني هلا عم لي ثالثا، يمكنها المرأة يمكنها أن تقوم بعدة أشياء في وقت واحد، توضع الطفل، تعد الشاي، وتفكر بطريقة أخرى. أنا كمان ممكن أعمل ثلاثة أشياء في يعني، أرضع الطفل، أحط له أمينة، وأسوي شاي، وأتكلم على التليفون. يعني شو هالشغلة العظيمة يعني أخوي محسن، ما بعرف أنتوا بتجيبوا الحاجات دي منين؟ شو رأيك يا حنا؟ حنا أنت معي؟ معك لكن صوتك متقطع. صوتي متقطع. يعني الأخ محسن عم بيقول إنه يعني في عم بطرحه إنه المرأة عقلها شوي أكبر من عقل الرجل، ما بعرف إذا كان هالشيء صح ولا خطأ، شو رأيك؟ لا، هو شوف، الرجل عقله أكبر من المرأة، والمرأة عقلها أكبر من الرجل، ولا علميا هذا غير ثابت وغير صحيح. البشر متساوون، لا يختلفون إلا في الشكل، والوظائف الحيوية كلها تعمل بنفس الكفاءة، لكن بعض المرات نحن نبالغ أو نريد أن ننتصر إلى هذا أو ذاك، فنعطي آراء مليئة بالوجدان، نعطي آراء مليئة بالتعاطف، لكن المرأة هي المرأة. بالضبط. في شغلة إنه الأخت ماريا عم تقول ناشونال جيوغرافيك. ماريا بصراحة يعني حتى ناشونال جيوغرافيك يعني أنا ما يعني لازم نشك في هالموضوع هذا ونبحث فيه تماما يعني. وحتى إذا ناشونال جيوغرافيك يعني شو هالشغلة العظيمة يعني، ما نكون جماعة يا جماعة، ما نكون إنه والله لأنه ننتصر للمرأة معناتها نعليها في، لا خلينا الند الند يعني. نحن
ونريد نكون نمد الندو على اسس علميه واقعيه، حتى ناشونال جيوغرافيك، حتى اذا في علماء عاملين بحوث، اظن البحوث يعني ممكن تنعمل بحوث اخرى عليها وبحوث اخرى يعني حتى تبين الحقيقه على مثل ما بقولوا على حقيقتها. يعني ما اظن، ما اعتقد انه في فرق نهائيا. الانسان هو الانسان مثل اي حيوان اخر، يعني اليوم مثل بين الاسد واللبوه، ما اظن في فوارق غير الفوارق الجنسيه، يعني فبين الانثى والذكر ما في غير فوارق الجنسيه، ما لها علاقه القدرات العقليه نهائيا. تفضل حنا. اكيد انا أؤيد كلامك اخي جان، ليس هناك اي فرق بتاتا. يعني الطبيعه احكمت على جميع البشر. يعني العقل الديني مشكلته هي قر المختلف ثم يأتي للمتشبهين بين المرأة ويقلل من شأن السود ويقلل من شأن الطفل ويقلل من شأن العجوز، وهكذا ينبني هو الفكر الديني. هذا يبحث عن الرجل الذكر المكتمل القوي الذي تكل إليه كل مهام هذه الدنيا. إن وجود الأنا يقتضي نفي الآخر بالمنطق الستاليني، يعني ليست لا هي أذكى ولا هي أقل ذكاء من الرجل، هم متساوون. ويعني من فعل هذا العالم؟ حينما ترى الملك سلمان في السعودية وترى أنجيلا ميركل، يعني أنت بمقارنة بسيطة، تلك الدكتورة في الفيزياء متحصلة على درجة دكتوراه في الفيزياء، وذلك لا يستطيع أن يكتب حتى باللغة العربية، يعني هو أذكى منها؟ هو يتصرف في تلك المهلكة وكأنها جيبه، يعني يعطي بسخاء. وتلك المرأة مؤتمنة على إمبراطورية جهة العالم، والآن واجهته عسكريا، والآن تواجه هذا العالم عقليا وفكريا وعلميا، لا تتجرع على أخذ أور واحد من أموال شعبه. يمكن هذه الحفل الذي قام به سلمان لترامب وهدايا بمليار ومئتي مليون دولار، يعني استقبال ترامب في ألمانيا لن يتجاوز بعض قوارير الماء والقهوة، حاسب عليه. فهنا أي كيف تستطيع هذا الديانات أن تقول أن الرجل أشطر من المرأة أو أذكى منها، وهو يشتري سلطانه بتلك الأموال، والمرأة تفرض سلطانها بماذا؟ بنزاهتها. على كل حال، يعني بصراحة يعني أنا مسألت إنه يعني شفت أنا إنه في دراسات، إنه في مواد مثلا مدارس بتساوية الذكور أقل والإناث أكثر، مواد أخرى الذكور أكثر والإناث أقل. هي لا تعني إنه والله العقل أو الدماغ الإنساني في فوارق بين الأنثى والذكر، لا نهائيا. هاي إذا عنت شيء تعني أنه في مجتمع مثلا المجتمع البريطاني، خلينا نقول الإناث بحكم الحياة في لهم اهتمامات أكثر من الذكور بحكم الحياة في موضوع معين في هذا المجتمع، فأكيد راح يكون تفوق الأنثى أكثر أكبر من الذكر في هالمجتمع بهالمادة هي بالتحديد. وممكن تنتقل لمجتمع آخر تلاقي اهتمام الأنثى أقل مثلا بهالمادة في هالمجتمع واهتمام الذكر أكثر، فممكن الذكور يكونوا أكثر. ولكن الدماغ، دماغ البشري هو الدماغ بشري بحذافيره، أنثى كان أو ذكر نفس الشيء، لا يقل هذا عن ذاك. وأنا أتمنى كمان يعني أتمنى
الأصدقاء اللي يطرحوا هيك أفكار يشوفوا شو القصة، يعني يفهموا القصة كاملة، بعدين يقولوا والله في مثلا هذا يتفوق على هذا أو هذا يتفوق على هذا. أنا يعني لا أرى أي، ما عد علي بحث أي بشكل من الأشكال إنه يكون في فوارق بين في الدماغ بين الرجل والمرأة. على كل حال يعني الأخت شريفة كان عم تقول أنت إنه كيف اضطهدتونا كثير، أعطونا شوية تقدير. على كل حال أنت على العين والرأس أخت شريفة، وكل النساء هم خواتنا ومثل ما بقولوا أهالينا وجزء منا. نحن الند الند، لا نقول هم أكثر ولا نحن أكثر، نحن ند الند، وهي اللي تصنع المعجزات. لما أجعلك بنفسي، يعني أنا لا أفرق بين ذكرا وأنثى إلا بالتقوى يعني. فأتمنى كمان أنت يا أخونا حنبع ما تفرق إلا بالتقوى. لا، أنا أفرق بالعقل. فالنساء مثلا بلادي أكثر تقريبا مصابون بمتلازمة ستوكهولم، هما يسمى بسندروم دو ستوكهولم، هو الاستعداد الفطري للاضطهاد والعبودية والقبول بمن يضطهدهم. هذه العقلية هي التي أبدت الوضع المضطهد للمرأة. فالدين الذي يعتبرها بمقام الغائط، هي تضع له الحجاب وتصلي له حاضرا في الفجر وفي التراويح وفي غير ذلك. وهذا جزء كبير جدا من تسليمها في حريتها وفي الإقرار بنقصانها عن الرجل. أنا في بلدي النساء أشرس في الدفاع عن الدين من الرجال. أنا أيضا في بلدي لا أتكلم إلا لغة المستعمر، أنا أتكلم العربية والفرنسية وهي لغات من استعمرنا، لغتي الأصلية لا أتقنها. فحينما تغيب ثقافتي وهويتي ويغيب كياني، قس على ذلك المرأة تغيب هويتها وكيانها وتغيب هي كذات بشرية وكذات إنسانية موجودة في هذا العالم، ليس بفضلنا وليس من منا، وإنما هي موجودة غصبا عنا. والرجل في حياته محاط بالنساء، فهو ابن امرأة يذهب إلى زوجة امرأة أخرى، وربما ينجب ابنا وتكون له أخت. فتلك النساء التي تحيط بالرجل هي مصدر إلهامه. فكلما وجد امرأة مضطهدة وجد أمه في مجتمع كهذا، سيعامل زوجته كذلك. المرأة عليها أن تكف على أن تترك قضايا حريتها بمتناول الرجل، هو الذي يدافع عنها وهو الذي يمن عليها. أعطيك حرية أو حق اختيار الزوج أو حرية التعليم أو كذا أو كذا أو كذا. هذه حقوق اسمها حقوق إنسانية وليست حقوق المرأة. حينما نقول حقوق الإنسان نوزعها على الجنس. وأكبر كذبة، أكبر كذبة استوعبت النساء هي حقوق المرأة. لا توجد شيء اسمه حقوق المرأة. حينما أمضت دولتي معاهدة حقوق الإنسان، يعني الإنسان مرأة كان أو رجل، لكن هذا الملف يبقى شائك، والمرأة عليها مسؤوليات كبيرة، ونحن سنكون لها سند في ذلك. بكل تأكيد أخوي حنبعل، وأنا أشكرك على المشاركة،
طبعا بصراحة يعني الوقت خلص، وأتمنى من الأصدقاء المسلمين المؤمنين كل المؤمنين، كان طبعا قليلين يتابعونا غير مؤمنين غير المسلمين، أتمنى تشغيل العقل، العقل فوق النقل، العقل هو اللي خلانا نتواصل أصلا هلا، وخلانا نتحادث. أتمنى الإنسان يشغل عقله، والعقل غير قاصر، العقل أعطيه حرية راح يكون يملأ الآفاق علما ونورا مثل ما بقول وإبداعا. طبعا إذا في عندك أي كلمة أخيرة تضيفها أخوي حنا بعال، تفضل. طيب على كل حال، على كل حال أشكركم أصدقائي، وأشوفكم غدا مع نبينا سامي الذيب وحلقة جديدة من أخطاء القرآن. وكما مثل ما قلت يعني أتمنى من الأصدقاء تشغيل العقل، العقل ليس قاصر، لا تصدقوا هالشيوخ هدول البهاليل هدول اللي أصلا مني ما عندهم عقل موجود غير في النفاس وفي في الحيض وفي في النساء وفي في أشياء، يعني للأسف الشديد بيدنا له الجبين مثل ما بقولوا. هدول ليس لهم عقول يا جماعة، الشيوخ هم بهاليل، مجرد مجموعة بهاليل تتحكم بمصيركم. يعني ما في شيخ بيعرف يحكي كلمتين على بعض بالفيزياء والكيمياء أو بالعلم الفضاء أو بشيء، إنه ما بيعرفوا شيء غير قال عن قيل عن بطيخ عن كل هالتفاهاتي. أتمنى من كل أحبابنا إنه يفتحوا عقولهم، والعقول دائما هي المنتصرة، والعقل دائما هو المنتصر، والعقل راح ينتصر، والعقل غير قاصر يعني مهما قالوا هالمشايخ هدول البهاليل هدول. فأتمنى من الأصدقاء تشغيل العقول، المسلمين شغلوا عقولهم ونشوفوا نحن وين. على كل حال أشوفكم بكرة أصدقائي، وأتمنى لكم الخير، وأتمنى توزعوا رابط الحلقة والقناة. شكرا لكم، إلى اللقاء.